كيف سترد إسرائيل على الهجوم الإيراني الأخير؟ سؤال قد تحدد الإجابة عنه المستقبل القريب للشرق الأوسط وسط تحذيرات من اندلاع حرب إقليمية شاملة. إذن هناك عدة سيناريوهات للرد الإسرائيلي. الأول هو ضرب العمق النووي الإيراني. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قالت إن إسرائيل كانت بعثت رسالة عبر الوسطاء إلى إيران بأنها ستضرب بشكل مباشر المنشآت النووية أو النفطية الإيرانية في حال وجهت إيران أي ضربة لإسرائيل. والسيناريو الثاني سيكون بضرب وكلاء إيران في المنطقة. فوفقاً للعديد من المراقبين، قد تكثف تل أبيب ضرباتها على حزب الله اللبناني المنهك أو تستهدف الحوثيين في اليمن أو سوريا. أما السيناريو الثالث فهو العمليات السرية المشابهة لتلك التي قتلت زعيم حماس إسماعيل هنية في طهران قبل شهرين. وفقاً لما كشفه مسؤولون إسرائيليون لموقع أكسيوس، والذين أشاروا إلى أن الانتقام سيكون هذه المرة أكثر أهمية وكل الخيارات مطروحة بما فيها ضرب المنشآت النووية. وفي الوقت نفسه توقع مسؤولون أمريكيون سابقون لوول ستريت جورنال أن تظهر إسرائيل بعضاً من ضبط النفس، لأن أي هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية من شأنه أن يزيد المخاطر بشكل كبير. أما بنيامين نتنياهو فصرح أن إيران ارتكبت خطأً جسيماً بقصفها بلاده، متوعداً بأنها ستدفع الثمن. وقال إن النظام الإيراني لا يفهم تصميمنا على الدفاع عن أنفسنا وجعل أعدائنا يدفعون الثمن. نصر الله لم يفهم ذلك، ويبدو أن هناك من لا يفهم ذلك في طهران، مستطرداً سيفهمون ذلك من يهاجمنا نهاجمه. في المقابل إيران أعلنت أنه في حال قررت إسرائيل الرد على هجومها الصاروخي فإنها ستوجه ضربات أخرى ضدها. وبين هذا السيناريو وذاك يبقى الترقب سيد الموقف. وأنتم ماذا تتوقعون؟